تصاعد التوتر في طرابلس بعد وصول حكومة الوفاق والسراج يؤكد التزامه تطبيق الاتفاقات بين البلدين. العبادي يقدم اليوم تشكيلته الحكومية للبرلمان والقوى السنية تتعاطف مع مطالب المعتصمين الصدريين. خسائر ميدانية وبشرية للقاعدة في شرق اليمن وجنوبه ومصادرة شحنة أسلحة يعتقد أنها كانت في طريقها للحوثيين. قمة عالمية لمواجهة خطر الإرهاب النووي ومخاوف من سيناريو حصول إرهابيين على قنابل قذرة. القضاء الفرنسي يتهم رضا كريكت بالإعداد لمخطط اعتداء أحبط في مراحل متقدمة. حكومة دبي تقر تطبيق رسم جديد بـ9 دولارات في مطاراتها بدءا من يوليو القادم.